سوف نتحدث اليوم عن أضخم الحيوانات في العالم. فكما تعلمون، لا يوجد حيوانات أخرى على الأرض أثقل من الحيتان. ولكن هل تعرف ما هو ثاني أثقل حيوان في العالم؟ وماذا عن الثالث؟ حسناً، إليكم قائمة بخمسة من أضخم الحيوانات في العالم. وحيد القرن الأبيض، ويصل وزنه إلى 3500 كيلو. وحيد القرن الأبيض هو ثاني أكبر حيوان على الأرض، وقد وجد في مناطق مختلفة في جميع أنحاء إفريقيا. وحيد القرن الأبيض هو أيضا من أكبر أربع أنواع حية من وحيد القرن في العالم. وحيد القرن الأبيض طول جسمه يصل إلى 4 أمتار، ووزنه بين 1600 كيلو إلى 3500 كيلو، وهو في المرتبة الخامسة في قائمة أضخم الحيوانات في العالم. الفيل الأسيوي، ويصل وزنه إلى حوالي 5 طن. الفيلة الأسيوية هي ثاني أكبر أنواع الفيلة في العالم بعد الفيلة الأفريقية مباشرة، وهي أكبر حيوانات برية في القارة الأسيوية. وزن الفيل الأسيوي البالغ يصل إلى 5 طن، ويبلغ ارتفاعه 3.5 متر. وعكس الفيلة الأفريقية، فإن الفيلة الأسيوية تمتلك آذان صغيرة، وتحتل المرتبة الرابعة في قائمة أضخم الحيوانات في العالم. الفيل الأفريقي، ويصل وزنه إلى 6.3 طن. الفيل الأفريقي هو أثقل الحيوانات البرية الحية في العالم. يمكن أن يزن الفيل الأفريقي البالغ حوالي 6.3 طن، ويصل ارتفاعه إلى 4 أمتار. والفيلة الأفريقية لديهم آذان كبيرة وأنياب أكبر من الأنواع الأخرى من الفيلة، وهم يعيشون في الغابات المطيرة في غرب ووسط إفريقيا. وتحتل الفيلة الأفريقية المرتبة الثالثة في قائمة أضخم الحيوانات في العالم. قرش الحوت، ويصل وزنه إلى 18 طن. أسماك قرش الحوت هي أكبر الأسماك في البحر، ويبلغ طولها 12 متر، ووزنها يصل إلى 18 طن، وتم العثور عليهم في مياه المحيطات الحارة والمدارية في جميع أنحاء العالم. الفكين قويين، ويساعدان أسماك قرش الحوت في استهلاك كمية كبيرة من المواد الغذائية في وقت واحد. ويحتل قرش الحوت المرتبة الثانية في قائمة أضخم الحيوانات في العالم. الحوت الأزرق، ويصل وزنه إلى 200 طن. الحوت الأزرق هو أكبر الأنواع المعروفة من الحيوانات التي عاشت على الأرض. الحوت الأزرق البالغ طول جسمه 30 متر، ووزنه يصل إلى 200 طن، وقد وجد في جميع المحيطات في جميع أنحاء العالم. ومن المثير للاهتمام أن لسان الحوت الأزرق نفس وزن الفيل، ويمكن سماع أصواتهم من 1000 ميل. الحوت يستخدم هذه الأصوات للتواصل مع الحيتان الأخرى، وهو في المركز الأول في قائمة أضخم الحيوانات في العالم.